قانون جديد وافق عليه الكونغرس يوم الثلاثاء ويقترب من إقراره بشكل رسمي في الولايات المتحدة ضد نظام ميليشيا أسد. القانون الجديد عنوانه منع التطبيع، حيث يفترض أن يمنع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها زعيم عصابة المخدرات بشار أسد، كما إنه يوسع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون قيصر. يقول التحالف الأمريكي لأجل سوريا، وهو الجهة التي عملت على كتابة وإقرار القانون، يقول إنه يهدف لتوجيه رسائل إلى الدول التي طبعت مع أسد أو التي تسعى لذلك. مفهوما بالطبع توقيت إصدار القانون ومناسبة العمل عليه، ومن الجيد بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة السورية أن يصدر بالتزامن مع إعادة نظام المخدرات والإرهاب إلى الجامعة العربية ودعوة رأسه بشار لحضور قمة الرياض يوم الجمعة. لكن بالتأكيد الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولا يتقيد بهذه الأبعاد، فما هي أبعاد وحدود هذا القانون؟ بالنسبة للمتحمسين له، يعد قانون مكافحة التطبيع الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، والسر أنه ينص على أن تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأمريكية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد. لكن ما الحاجة إلى قانون جديد من هذا النوع طالما أنه لدينا قانون العقوبات قيصر، كما إن هناك قانون مكافحة المخدرات نظام أسد الذي سيدخل حيز التطبيق مطلع الشهر القادم؟ ما هي الإضافة التي سيقدمها هذا القانون للقضية السورية والشعب المكلوم، وكيف يفترض أن يسهم في التخفيف من معاناة السوريين ويخلصهم؟ ألم تثبت الأيام والتجارب في سوريا وغير سوريا أن العقوبات وهذه القوانين والإجراءات لا تسقط ديكتاتورا ولا تلحق الضرر إلا بضحايا الديكتاتوريات؟ بل حتى على الصعيد الخارجي، هل منعت هذه العقوبات الدول المطبعة من التطبيع؟ ألم يعد العرب احتضان النظام حتى مع وجود قوانين العقوبات والتهديدات الأمريكية بتطبيقها على الجميع؟ ألا تقترب تركيا من استئناف العلاقات مع دمشق؟ ألا يثبت كل ما سبق أن هذه القوانين لا تأثير لها وهي بدون أنياب عندما يتعلق الأمر ببشار ونظامه؟ طالما إدارة بايدن تريد تعويم النظام، أم إنه بالفعل كما يقول المؤيدون لهذه الإجراءات، إن كل ما تفعله الدول المطبعة سيصطدم في نهاية الأمر بجدار العقوبات والقيود الأمريكية؟